ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مصطفى عشماوي من مدينه زويل، وجاي النهارده اكلمكم عن جامعه العلوم والتكنولوجيا في مدينه زويل. ايه جامعه العلوم والتكنولوجيا في مدينه زويل اللي بسمعناها على طول؟ تعالى نبدا الموضوع اننا نتكلم عن شروط التقديم وازاي اقدم عليها. اول حاجه هي بتفتح الابلكيشن بتاعها في شهر 3 و5 و8، وطبعا بيختلف من سنه للتانيه، بس تابع بيدج الجامعه والسايت بتاعها وهتلاقي مواعيد تقديم عادي. السنه اللي فاتت مثلا بدا ان هو ينزل مع التنسيق، وممكن السنه دي ينزل مع التنسيق ويكمل مع التنسيق عادي، فانت تقدم في التنسيق. دي اول مرحله، ولو انت مثلا لو انت في ثانويه عامه فانت تجيب مجموع فوق 80%، ولو انت سيم فتجيب مجموع فوق 80%. دي اول حاجه. تاني مرحله بتدخل عليها هي امتحانات القبول. امتحانات القبول دي بتبقى عباره عن امتحانات اسمها ستيم، عن فيها في اكثر من ماده: فيزيكس، كيمستري، بيولوجي، ماس، اي كيو. وطبعا لو انت علمي رياضه ممكن تشيل البايو، ولو انت علمي علوم بتقدر تشيل ماس. تمام؟ دي اول حاجه. بعديها بقى في امتحان انجلش. امتحان الانجلش ده لو انت معاك توفل او ايلتس ممكن ما تاخدهوش اصلا، وتاخد توفل او ايلتس، بس لو انت معاك شهاده توفل او ايلتس تدخل امتحان انجلش. وبعديها في انترفيو سهل كده، بيسالك مثلا انت ايه طموحاتك، يسالك عن نفسك، كلمنا عن نفسك، اللي هو الايه كلام في الانترفيو العادي. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم عن ايه؟ تعالوا نتكلم عن تصميم الكليه. ونظام الكليه عموما عامل ازاي؟ زويل عندنا نظام مختلف شويه. اول حاجه احنا عندنا كليتين، كليه هندسه وكليه علوم. اول حاجه احنا عندنا كليه هندسه 5 سنين، كليه علوم 4 سنين، وبيشترك في الاثنين اول سنه اسمها سنه فاونديشن. سنه فاونديشن دي بتبقى عباره عن ايه؟ اول ترم بتدخله الجامعه بتاخد فيه مواد فاونديشن، تاخد فيه ماس، فيزيكس، بيولوجي، واللابات بتاعتهم، وانجلش، وماس. الحاجات دي الحاجات الاساسيه اللي بتفضل تاخدها. الحاجات دي بتاخدها سواء انت علوم او هندسه بتاخدها عادي. تمام؟ تيجي بقى من الترم الثاني تبقى بتتخصص. لو انت كنت هندسه هتاخد مواد هندسه، ولو انت كنت علوم بتاخد مواد علوم. وباي ذا واي، معلومه لازم نعرفها، ان اي حد علمي يقدر يدخل الجامعه، يعني لو انت علمي رياضه تقدر تدخل كليه علوم كليه هندسه، لو انت علمي علوم تقدر تدخل كليه علوم كليه هندسه. ايوه، علمي علوم تدخل كليه هندسه عادي، انك كده هتدخل الجامعه وتاخد كورس الماس العاديه. تمام؟ نتكلم عن ايه؟ نتكلم بقى على الايه؟ الشعب الموجودة في الكلية، أو نقدر مش نسميها إيه، الميجرز. الميجرز الموجودة في الجامعة. تعال أول ندخل كلية علوم. كلية علوم فيها 4 ميجرز. أول ميجر هو فيزيكس، بتاخد فيه الحاجات الفيزيكس مثلا، وفي جواه أكتر من تخصص بس هو الأساسي فيزيكس. في بايوميديكال ساينس، في بعديه نانو ساينس، في بعديه ماتيريال ساينس. دي الأربع ميجرز اللي موجودين في كلية علوم. كلية هندسة فيها 5 ميجرز أو 5 أقسام زي ما نحب نسميهم. أول واحد هو اتصالات سي أي إي، في واحد تاني نانو تكنولوجي، في التالت ايروسبيس او طيران، في الرابع انفايرمنتال انجينيرنج او هندسه بيئيه، في الخامس وده ريوبل انرجي او هندسه طاقه متجدده. تمام؟ دي الخمس اقسام اللي موجودين في هندسه، وقلت انا الاربع اقسام اللي موجودين في علوم. النظام عندنا زي ما قلت كده، انت اول ترم خالص بتدخل تاخد حاجات فاونديشن، تاني ترم بتدخل تاخد سكوت هندسه او علوم، الترم التالت او اللي هو بدايه سنه تانيه تبدا بقى تتخصص. مش كنت انا ادخل ايه الميجور بتاعي اللي انا اتخصص فيه، تقدر تختار المواد اللي انت عايزها. وزي ما انا ذكرت ان احنا النظام عندنا كريدت اورز، فانت بتسجل الكريدتس بتاعتك. انا بس الترم ده عايز انزل كورسات كذا، مثلا عايز انزل 10 كورسات. الترم الجاي ده انا عايز انزل 5 كورسات بس، على حسب الكورسات اللي انت عايز تاخدها تقدر تاخد اللي انت عايزه. بالنسبه لليوم بقى طوله عامل ازاي، بيبدا من امتى بينتهي امتى؟ احنا عندنا النظام اليوم بدايته 8 نهايته 6. انت بقى عايز تختار بقى الاوقات اللي انت عايز تاخدها فيها في النص. يعني مثلا انا كان في مثلا يوم الاثنين عندي كان بيبقى يوم متكدس خالص، يبقى عندي في 4 كورسات ببدا الساعه 8 بنتهي الساعه 6، كان حرفيا كان بيبقى يوم مقتول عندي. تيجي مثلا عكس، كان يوم الثلاث، كان يوم الثلاث حرفيا بيبقى هو ساعه واحده، بنزل الساعه 10 برجع الساعه 11، ما كانش فيه كتير. وطبعا في سنه اولى هم اللي مختارين، هم اللي منزلين الجدول بتاعهم ومظبطينه. بدايه بقى سنه ثانيه ببدا انا اختار الكورسات بتاعتي ومواعيدها، وانا اللي انظم الجدول بتاعي على حسب اللي انا عايزه. مثلا انا عايز النهارده انزل كورسين، خلاص انزل كورسين النهارده. يوم الثلاث عايز ابقى فاضي خالص. يوم الاربع، انا الاربع كده عايز اخد كل كورسات، 4 كورسات مثلا هو اقصى عدد في اليوم اقدر اخد 4 كورسات. تمام؟ بالنسبه بقى المنح، مثلا نتكلم عن المنح. في العادي ان الجامعه اول ما تدخل على الجامعه بتدفع كام؟ بيبقى ما بين 100,000 ل 120,000 في السنه. بس طبعا بيبقى في منح، لو انت داخل بتدخل لما تخلص الابلكيشن وتقابل في الجامعه بينزل منح، بيقول لك بتقدم بعض المستندات اللي هم هيطلبوها منك، وهيحددوا مستند كذا مستند كذا مستند كذا، يجيب لهم المستندات دي وعلى اساسها هيقيموه ويقول لك انت ممكن تاخد منحه يا اما جزئيه. يعني مثلا يقول لك مثلا ليك 50% مثلا تشارك من المصروفات، 70% تشارك من المصروفات، او ساعات بيديك منحه 100% عادي. تمام.
المواد بقى اللي بناخدها هل هي صعبه ولا سهله ولا ايه نظامها؟ لا بص، هو بصراحه الدراسه عندنا مش اسهل حاجه، يعني هي لا الدراسه عندنا صعبه وتقيله نوعا ما، بس طبعا لو انت داخل وهتعرف تنظم وقتك وتعرف تظبط حاجتك فهتعرف تمشي في نظام عادي جدا ولا فيها اي حاجه. هل انت عارف تشتغل جنب الدراسه ولا لا؟ برضه على حسب، عارف تنظم وقتك ولا لا؟ لو انت عارف تنظم وقتك، في عندنا ناس شغاله فريلانسنج على النت، تقدر مثلا تشتغل مثلا اذا كان في البروجرامنج او تشتغل في ديزايننج او كتابه او اي حاجه على النت عادي جدا. بالنسبه بقى ايه؟ بالنسبه للمواد، او انا بنزل لي مثلا كام ماده في الترم، زي ما وضحت من شويه ان احنا نظام الكريت اورز عندنا. فانت اللي بتختار الكورسات اللي هنزلها. في انت اهم حاجه ان هو في الترم الواحد بتاخد ما بين 12 و18 كريت اور. لو مثلا قول يقعد مثلا ممكن 5 كورسات 6 كورسات 7 كورسات على حسب انت هتختار ترينز ايه. المهم انك انت لو انت هندسه هتخرج في حدود ب 160 ساعه معتمده، ولو انت علوم هتخرج في حدود 100 ما بين 120 ما بين 130 ساعه معتمده. انت بقى تنظم، انا عايز الترم ده انزل 18 ساعه، الترم الجاي عايز انزل 12 ساعه، على حسب انت عايز تنزل ايه. وخلاص كده طبعا قلنا كل حاجه، فاضل بس معلومه اخيره وهي مكان الجامعه فين؟ في مدينه زويل. تقدر تنزل، هي موجوده في 6 اكتوبر في الجيزه، تنزل وتنزل تركب بوابات او اي حاجه رايحه ناحيه مدينه زويل. يعني انت اي حاجه في السيارة قول له شارع زويل او مدينه زويل وهو هيقول لك. هتوصل لغايه بدايه شارع زويل، اركب اي تونيه ودخلت عند زويل عادي وبس كده. وكان معاكم مصطفى اشرف في مدينه زويل، ولو حد عنده اي استفسارات او اي حاجه يبعتها على البيت وهرد له عليها بس كده. شكرا.